يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي 3 قطع، فحل زايف، شوفوا نثية زايفة خوش، ونثية مخلفة تقريبا هاي اقل السنة عمرها، هاي بس تغريدها فول الفول تغريدها. المهم هذني هذا الفحل جربته ياكل من اليد، هاي نثية جربتها تاكل من اليد، هذا الفحل يطق جناح صورته لكم لسانه مقبول، هاي نثيها مطق جناح ولساناتها مقبول، طقت مرتين جناح عندي بالتصوير مالتها على الفخاتي على الزنبور قد ما حاده نار الطير وزايفه كلش. الطيره هم كانت بقفص حديد، قبل يومين نزلنا وحده هم بقفص حديد، شفتوها شلون تضرب بالمشتم، هاي هم نفس الحاله خطيه، هم قفص حديد وهسه تعودت راسا على الخشب بنفس اليوم. اوكي هذا رقم 1 فحل، رقم 2 نثيه، رقم 3 نثيه مخلفه. تحياتنا.